خلوني اروح لتقرير. بالنسبة للتقارير انا الصبح كنت في حتة حدث مش هحكي لكم عليه دلوقتي ولا تفاصيله خالص، بس حتة حدث حلو وحلاوة. والله المهم تعال نروح لتقرير. التقرير ده متعلق بان وزارة الداخلية استضافت المؤتمر الثامن لمسؤولي حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية، واللي ناقش على مدى جلساته سبل تعزيز العمل العربي الأمني في مجال حقوق الإنسان. جاء هذا الانعقاد لهذا المؤتمر عندنا في مصر، وده تقديرا لدور مصر الريادي في مجال العمل الأمني اللي بيراعي البعد الإنساني. تقرير ونكمل الكلام. مشاركة واسعة من الوفود العربية في المؤتمر الثامن للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارة الداخلية العربية المنعقد بالقاهرة، والذي سبقه عدد من ورش العمل التحضيرية حول تجارب الدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان، ومقترحات حول تفعيل دور المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام في مجال حقوق الإنسان. كما عقدت على هامش المؤتمر ورشة عمل مشتركة مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل فرونتكس حول احترام حقوق الإنسان في المنافذ الحدودية. No, I think the location is perfect. The facilities have been perfect for such a conference. I think it also sends a very good message to hold this conference in coordination with the Police Academy of Egypt, thus showing that fundamental rights and human rights is a central subject in the formation of our police and our border guards. Of course, this is a regional event. It is addressing important topics like human rights. But the fact that it is being held in Cairo, I think it is a positive momentum also for the EU-Egypt interaction on an important topic like human rights, but also migration related. هذه الجلسات التحضيرية أثمرت عن رؤى ومقترحات تم بلورتها ومناقشتها خلال انعقاد المؤتمر الثامن للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية، والذي شهد مشاركة عدد من المنظمات العربية والأجنبية المعنية بحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وتناول آليات تفعيل وتعزيز العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان، حيث أشاد المشاركون بدقة تنظيم المؤتمر وبالخطوات الواسعة التي قطعتها مصر في مجال احترام حقوق الإنسان في العمل الأمني. مصر من اهتمامها في مجال حقوق الإنسان يعني شرفتنا بأن استضافت هذا المؤتمر، أيضا تفضلت بأن تجعل هناك منح في عملية حقوق الإنسان، وأيضا عملية قيام بأعمال تدريبية في مجال حقوق الإنسان. This meeting is extremely important for us because it gives us an opportunity to discuss with all the member states of the Arab League the situation of human rights in the region and how we can help strengthening capacities in implementing them. We have a long-standing partnership with the Ministry of Interior in Egypt also, and we work in a variety of fields within our mandate. That includes training for police officers in investigation of crimes and investigation of violence against women crimes. تضمن المؤتمر مناقشة الممارسات الفضلة والبرامج التدريبية والتثقيفية المختلفة التي تقوم بها وزارات الداخلية العرب في مجال حقوق الإنسان، فاستعرضت بعض الدول العربية هذه الأنشطة المختلفة وتبادلت الخبرات في هذا المجال، وكانت تجارب مهمة وقيمة. وقد ثمن المؤتمر في توصياته الختامية التجربة المصرية في إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل والأساليب الحديثة في التعامل مع النزلاء، مع دعوة الدول الأعضاء للاستفادة منها. التجربة المصرية تجربة رائدة، أنا أعتبرها تجربة عالمية، تجربة عربية مثلها يجب أن يقتدى ويجب أن تقيم هذه التجربة، لأنها تعكس الرغبة الحقيقية للدولة المصرية في التعاطي مع ملف حقوق الإنسان بما يتماشى مع المعايير الدولية.
التجربة المصرية في إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل كانت محط اهتمام وإشادة المشاركين في المؤتمر مع الرغبة في مشاهدتها ميدانياً، وهو ما حرصت عليه وزارة الداخلية من خلال تنظيم زيارة ميدانية للمشاركين لمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون للاطلاع على هذه التجربة الفريدة التي استطاعت مصر من خلالها أن تحقق نقلة نوعية في منظومة السياسة العقابية الحديثة بما يراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فالنزلاء يتم إعدادهم للاندماج في المجتمع وفقاً لبرامج إصلاحية مميزة، كما يتم توفير رعاية صحية فائقة للنزلاء من خلال المركز الطبي الموجود به وتجهيزاته التقنية العالية. أعتقد هذه خطوة جداً رائعة مميزة وتبين مدى حرص الحكومة المصرية ووزارة الداخلية في مصر على حقوق هؤلاء النزلاء وتقديم كل الخدمات. دولة تحترم أفرادها بمختلف الوضعيات متاعهم سواء خارج السجن ولا داخل السجن، ودولة تحب تصلح أبنائها داخل السجن وترجعهم مواطنين ينجموا يندمجوا في الدورة الاقتصادية والاجتماعية. هاي تجربة رائعة جدا، طلعنا على تجربة فريدة من نوعها، وهاي التجربة إن شاء الله تكون يعني عامة على كل الدول العربية. وقد حرصت الوفود على تدوين ملاحظاتهم عن مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، وهو ما يعكس حرصهم على نقل تلك التجربة المتقدمة والاستفادة منها في الإصلاح والتأهيل إلى بلدانهم وفقاً لما أكدوه، وهو ما يعكس الرؤية المصرية الواضحة والناجحة فيما يتعلق بحق الإنسان وفقاً لما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كما تم تنظيم على هامش المؤتمر زيارة ميدانية للمشاركين لأكاديمية الشرطة شاهدوا خلالها مرافقها المتنوعة وكياناتها التعليمية والتدريبية، وتعرفوا خلالها على إسهاماتها الفعالة في العمل الأمني من خلال إعداد الكوادر الأمنية على المستويين المحلي والدولي وفقاً لأعلى النظم التدريبية الحديثة، مع التأكيد على الجوانب الإنسانية في العمل الأمني. حقيقة شيء يثلج الصدر، شيء يفرح بأن في مثل هذه المؤسسة الأمنية نجد هذا التنظيم الجميل، المباني والمشبهات والتدريب العالي المستوى في مجال حفظ الأمن، بالإضافة لذلك أن هناك كثير من المواد المتعلقة بحقوق الإنسان والتشريعات تضمن ضمن هذه المناهج، وهذا الحقيقة شيء نفخر به. هكذا يتم ترسيخ حقوق الإنسان من خلال المناهج الدراسية داخل أكاديمية الشرطة، والتي احتضنت المؤتمر الثامن للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية، وجاء انعقاده بمصر تقديراً لدور مصر الريادي في ترسيخ العمل الأمني بمفهومه الإنساني.